اكد رئيس قطاع الاثار الاسلاميه والقبطيه واليهوديه بالمجلس الاعلى للاثار ان تماثيل اسود كبري قصر النيل ليست في عداد الاثار المسجله واضاف ان اعمال التنظيف والصيانه التي يقوم بها فريق العمل من مرممي المجلس تتم بدقه وبحرص شديدين ووفقا للقواعد العلميه والفنيه المتبعه والمتعارف عليها مشيرا الى ان هذه التماثيل لها قيمه فنيه وتاريخيه عظيمه وهي جزء من تراث مصر الحضاري والثقافي والتاريخي